صباح الخير، انا عايز اعمل ايداع. كام المبلغ يا فندم؟ 10 مليون جنيه. اهلا وسهلا جدا يا فندم، شرفتنا. انتظر بس دقيقه معايا قبل ما اجهز لك ابلكيشن الايداع. اوكي، انا بس عندي مشكله في نوع العمله. عمله اجنبيه يعني يا فندم؟ مفيش مشكله، احنا بنقبل الايداع بكل العملات. لا، هي مش عمله اجنبيه. يبقى شيك، وحضرتك عايز تصرفه وتعمل بيه ايداع في حسابك، مفيش اي مشكله. تمام. لا مش شيك برضه. امال كوينز يعني يا فندم؟ جايب لي 10 مليون فضيه جت شغل بيهم عندي. طب انا هجاوبك، بس وعدني صوتك ما يعلاش. يا فندم ما ينفعش صوتي يعلى، حضرتك عامل البنك وانا موظف فيه. ال 10 مليون اللي معايا مزورين. نعم، انت هتستهبل يالا ولا ايه؟ عم فتحي اندهل الامن ده حالا. هتجيب لي الامن؟ لا ابدا، هبعت حد فيهم يجيب لك عصير قصب. معاملتك اتغيرت معايا 180 درجه لمجرد اني قلت لك ان الفلوس اللي معايا مزوره. امال عايزني اضرب لك نار؟ ده انت ليلتك مش فايته. تفتكر كده الفلوس هي اللي مزوره ولا انت اللي مزور؟ بقول لك انا مش عايز رغي كتير. عم فتحي، طب انا عايزك تسمعني بهدوء، انا جاي اعمل معاك صفقه هتخليك مليونير. شغل شمال؟ انت كمان جاي ترشيني؟ بالعكس، ده شغل نظيف جدا هيخليك غني ومحترم في نفس الوقت، بدل ما انت مهزق وجربوع كده. شغل ايه ده؟ بص، انت هتعمل لي ايداع بالمبلغ ده دلوقتي في حسابي. انت عبيط يا جدع انت، ده انا كنت هتسجن فيها. وهو ده المطلوب. امر، انت لازم تدخل السجن. كل الزعماء دخلوا السجن، نيلسون مانديلا، عمر المختار، عبد الله النديم، وعادل شكل. انت بتقارني بمين يا عم انت؟ دول ناس عندهم قضايا، لكن انا راجل فاضي من جوه. انت كمان هيكون عندك قضيه، وقضيه هتقلب العالم كله. ازاي بقى؟ انت هتبقى قائد اول ثوره في التاريخ كله ضد الفلوس. ثوره ضد الفلوس؟ طبعا، الفلوس دي اكبر كذبه كذبها الانسان على نفسه وصدقها. شويه ورق جبناه وكتبنا عليه شويه كلام فاضي وارقام وصدقنا الارقام دي. يا سلام يا حبيبي، الفلوس دي بتتبع بالشكل يغطي مخزون الذهب الموجود في البنك المركزي. ذهب؟ ذهب. اهو الذهب ده اول اشتغاله عملها الانسان بنفسه. اشتغاله؟ طبعا اشتغاله. الذهب ده تجسيد لفلسفه العبث الانساني وخلل منظومه القيم الاجتماعيه. والنبي بلاش كلام تخين يا عم الحاج، انا صرت في مادتين من البكالوريوس ولسه ما بتعرف فيهم لحد دلوقتي. شوف، عامل النظافه اللي بيكنس في الشارع وبينظفه بيتعب ولا لا؟ بيتعب جدا طبعا. حاول تتخيل معايا كده العالم لمده شهر من غير عامل النظافه ده، هيحصل ايه؟ الامراض هتنتشر وهندفن وسط اقوام الزباله. في نهايه اسوأ من كده؟ الحقيقه لا. ورغم كده عامل النظافه الغلبان ده مش بياخد تقدير معنوي. ده صحيح. تقدر تقول لي بقى ايه اللي هيحصل للبشريه لو صحينا الصبح ما لقيناش حضرتك موجود؟ مش هيحصل حاجه. لو اختفيت حياتنا هتتاثر. ولا الهوى. الذهب نفس الفكره، معدن ملوش اي قيمه، بنستخدمه في الزينه وبس، وللستات كمان يا ريت احنا بنلبسه. والله دي حاجه تغم. يبقى مرتبك 2000 جنيه في الشهر وتروح تخطب تشتري ب 70000 جنيه ذهب، ويا ريتك هتلبسه. 75000 والله، وفسخ الخطوبه وضربوا على الذهب. ايه اللي ممكن يحصل للعالم لو الستات بطلت تلبس؟ ولا حاجه هتتغير، هنسى شد السيفون برضه. لا دي عافانا منك، دي مالهاش علاقه. والله كلامك موزون. ومع ذلك معدن مهم زي الحديد ركيزه اساسيه في كل الصناعات ومش واخد حقه. وتصديقا برضه على كلام حضرتك، في لميس الحديدي ومفيش لميس الذهبي. اديك فهمت. طب ده بالنسبه للذهب، ايه مشكلتك مع الفلوس؟ الفلوس انيل، الانسان اخترعها وهو فاكر انها هتسهل عليه المعاملات التجاريه، لكن ما كانش يعرف ان هو بيصنع لنفسه اله ورق. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ده بنقوله واحنا داخلين الحمام. مش حافظ غيره معلش. زمان قبل اختراع العملات كنا بنتعامل بالمقايضه، تديني متر قماش اديك كيلو قمح. صح. تديني كيلو رمان اديك نص كيلو لحم. حصل. تديني رقنه اديك الو. نعم. نظام المقايضه كان مفهومه سهل، حاجه قصاد حاجه، لكن انا لما اخد منك سلعه واديك شويه ورق انت كده استفدت ايه؟ ما انا بالورق ده هقدر اشتري سلعه تانية. ولو لغينا الورق برضه هتشتري السلعه، بس ساعتها هتشتري اللي انت محتاجه بس واللي معاك تمام. يعني ايه؟ يعني هتضطر تشتغل وتقدم لي خدمه حقيقيه علشان قصادها تلاقي مني خدمه حقيقيه، وبالتالي ايوه السرقه هتنعدم، البلطجه، الحروب، كل مشاكل العالم هتتحل لان اساسها الفلوس. عندك حق والله، كلام مقنع. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتكسر القاعده، هتحط لي الفلوس دي في حسابي، ايه اللي هيحصل بعدها؟ هدخل السجن. وبكده هتوصل رسالتك للناس وتقول لهم كفايه وهم بقى، كفايه هبل وعبط وهطل وسفه. لما تقولش سفه دي عشان انت فتفت على وشك. طب ينفع دي واحده اغيسونا اغيسونا؟ ينفع، وساعتها الناس كلها هتسقف لك تسقيف حار. لا بلاش تسقيف حار عشان عندي البواسير. اخرس بقى. حاضر. هتدخل السجن 10 سنين مثلا، الفضائيات كلها هتجري وراك عشان تعمل معاك لقاء. هطلع عيط مع منى الشاذلي. بالظبط كده، ومن هنا تيجي الفلوس، اعلانات ملايين. بس انا كده هناقض نفسي، ازاي اكون ضد الفلوس وهاخد فلوس؟ ده مش مهم، المهم انك هتغير مصير البشريه كلها. يا عظمتي، لما تخلص الانسان من عبوديته للفلوس وتقديسه ليها، حياه الانسانيه كلها هتتغير للاحسن. انا برنس والله، هات ال 10 مليون جنيه اللي معاك. اتفضل. وادي الايصاله اهو. شكرا جدا. قدم لي بقى طلب سحب بالفلوس، بس تكون حقيقيه مش مزوره عشان ما اعملش فيكم احمر.